طبعا مساء الخير عليكم جميعا. يعني احنا
مرحب حضراتكم طبعا. يعني الحمد لله انا يعني يوم اعتقد هو كان مرهق للجميع، بس الحمد لله كان انا حاسس هو كان مفيد وكان مهم للناس كلها. بحب اشكر طبعا استاذ الدكتور وائل الشاعر، الكلام اللي هو قاله الجميل دون، يعني يا رب نكون كلنا بنستحقه، يعني او كنا بنستحقه. بحب اشكره بس على المجهود الرائع اللي احنا عارفه قد ايه تعب. طبعا الدكتور وائل، الدكتور احمد، طبعا ما حدش بيجيب سيرتك، بس انا مش بوقع على حاجه النهارده. طبعا الزملاء كلهم، اسم التجميل مستشفى الشيخ زايد، لولا يعني انا يمكن انا شرفت ان انا اشتغلت مع دكتور وائل مرتين، فالمسؤول التخصصي وبعدين مدير الشيخ زايد، ولولا اراده الله يعني ثم دكتور وائل ما كانش هيبقى في المجموعه كبيرة، المجموعة الجميلة في اسم التجميل في مستشفى الشيخ زايد تخصص. أنا يعني يوم ما دخل الدكتور وائل إحنا ما كناش بنعمل كل مش عارفين مين اللي موجود في المستشفى يعني. إنما الحمد لله طبعاً باسم الدكتور وائل ومجهوده مع الناس كلها بقى عندنا تيم قوي، زي ما حضرتك قال، على كل المستويات، نواب، أخصائيين، متدربين، زمالة، استشاريين، دكتورة فاطمة ودكتور حازم. لا فإحنا بنشكره لمجهوده لإحياء قسم التجميل في مستشفى الشيخ زايد تخصصي. بنشكره لمجهوده ان احنا ان هو قدر يجمع الكوكبه الكبيره دي على مدار الاربع ايام اللي فاتت. قدر ان هو يجمع مجموعه مش قليله، ناس كتير اتدربت في الورك شوبس اللي اتعملت في المستشفى في المين هول هناك في التريننج سنتر. جمع ناس هنا برضو، اكيد المحاضرات كانت مفيده لحضراتكم للجميع. طبعا الاورنس داي امبارح في نادي الست، طبعا يعني دكتور وائل بيعمل كل حاجه جميله وكل فكر جميل، بنحب نشكره وبنشكر كل الدكتوره منى طبعا وكل الزملاء، الدكتوره ايه بقى اداره التدريب، مدير التدريب الشغالي، الدكتوره جينا مدير رئيس قسم العلاج الطبيعي. يعني فعلا شكرا شكرا على مجهود اللي اتبذل عشان نوصل للحظه دي. حاجه بسيطه بقى، مش هنبدل. لا مش دكتوره منى. جدا،
ساعدني كتير جدا جدا. فيعني طبعا يعني حق عليا يعني حقه عليا ان انا يعني دكتور احمد علي فيعني مشكوره ان هو اول واحد فتح الجيت النهارده يعني جه 8 الصبح بيتكلم لي بيقول لي يعني انا بشكره واستاذن الدكتور احمد بس بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر الدكتور وائل بصراحه السنه اللي فاتت وكنت قاعد مع محمد قبل كده اتكلمنا كتير قوي في الدار والحاجات الكويسه والحاجات اللي كانت محتاجه تبقى فيها تعديلات. كان قعد زاد مني حاجات وزاد مني معجبات لا بجد اتكلمنا كتير بس كانت فكره كويسه وعمل مجهود كويس قوي والتجميع اللي كان عاملها المره دي بقى عملها بشكل فعلا متقدم جدا هيصعب على اي حد يبقى صعب انه يعمل حاجه زي كده. ويمكن اقول حاجه ما فيش دكتور قال لي فيه طبعا مجهود تاني بس اعتقد ان كل يعني قريب هنحاول يوم في الجمعيه يوم 27 في يوم مجموعه من الاجانب جايين هيتم مجهود مكتوب تبع المنتديه بين الكلاب. اعتقد هيبقى ابروتش مختلف خالص يعني احنا بنتكلم عن مشاكلنا في مصر اللي بنشوفه في مصر اللي بنعمله في مصر وده الاكشوال فعلا وعجبتني جدا جدا طبعا محطه الكونستراكشن في البيلد يونت لان كلنا اللي محتاجينها كل واحد في الاسم بتاعه محتاج يعمل الكونسيبت ده بالطبع. فبشكر دكتور وائل في ماركت امبروفمنت عن السنه اللي فاتت وفرق شاسع جدا اكيد السبورت جاي من بصراحه وان شاء الله السنه الجايه بحقق حاجه مستحيله وانتظار باذن الله. الزمالة المصرية لإصلاح تأمير والإصلاح أو البورد المصري أنا مش عارف الحقيقة يعني الناس كلها بتقول كده. الحقيقة كان لهم معنى قوي جدا وسواء المتدربين أو سواء المجلس العلمي أو سواء الصحة بتاعتهم أو سواء رئيس المجلس الأستاذ الدكتور مأمون إسماعيل. هو طبعا بس حصل ظرف اضطر يستأذن كده فهستأذن بس فقط استلم الدرع بتاع الدكتور مأمون بعد إذنك. Yeah.
بيك.